اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج مراسلو التربوية. على المحبه بنلتقي لنكون معكم بجوله مع مراسلينا بمحافظاتنا السوريه ونسلط الضوء على الواقع التربوي من خلال تغطيات ورسائل من ارض الواقع. فاصل قصير ونبدا الحلقه. اليوم بحلقتنا رح نتابع الحملة الوطنية السنوية للقاح طلاب المدارس للصفين الأول والسادس في إطار تحصين الطلاب ضد الأمراض والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وأيضا لنا وقفة لرصد الواقع التعليمي في مدارس ريف السويداء عبر دروس تعليمية نموذجية وتفاعلية ومن دير الزور، وإضاءة على استمرار إعادة تأهيل وعودة المدارس للخدمة واستقبال الطلاب لهذا العام، ومن حماوة اللاذقية ومتابعة لسير العملية التعليمية في مدارس التعليم المهني، وختام حلقتنا مع مبادرة مجتمعية لإحداث شعبتين في مدرسة المتفوقين الأولى في طرطوس. بالبداية تحية للزملاء المراسلين يلي رح يرافقونا بجولتنا اليوم، فاروق المطحي من دير الزور، سماهر دنون من ريف السويداء، ضياء قدور من حلب، نعمة علي من طرطوس، لجين إبراهيم من اللاذقية، ولي سلطان من حماة، غانم وهب من ريف الرقة المحرر، ونور والنوس من حمص. البداية من حمص والزميلة نور والنوس معنا، حيث أطلقت مديرية تربية حمص دائرة الصحة المدرسية بالتعاون مع مديرية الصحة الحملة الوطنية السنوية للقاح طلاب المدارس للصفين الأول والسادس في إطار تحصين الطلاب ضد الأمراض والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. والتفاصيل معك زميلة نور. ثم زملاء في الاستوديو وتحية لكل مشاهدي التربوية السورية. نحن الآن متواجدون في مدرسة الشهيد عبد الرزاق بيرقدار، حيث انطلقت الحملة الوطنية للقاح طلاب المدارس في جميع مدارس حمص وذلك للصفين الأول والسادس. هذه الحملة التي تقوم بها مديرية التربية دائرة الصحة المدرسية بالتعاون مع مديرية صحة حمص. طبعا تهدف هذه الحملة إلى تحسين صحة الأطفال من كل الأمراض و الحفاظ على صحتهم وسلامتهم. للحديث عن هذه الحملة السنوية، أهمية هذه الحملة، نلتقي مع الأستاذ وليد المرعي وهو مدير التربية في حمص. أستاذ وليد مرحب فيك، يعطيك العافية. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أستاذ وليد، طبعا نحن بنعرف أنه هي الحملة السنوية اللي بتقوم فيها مديرية التربية دائرة الصحة المدرسية، تحكي لنا عن أهمية هذه الحملة التي تقام في كل عام ذلك لتحسين صحة أطفالنا من كل الأمراض. طبعا تحسينا لأجسام أطفالنا من الأمراض، اليوم بدأت حملة اللقاح الوطنية بالتعاون ما بين مديرية التربية دائرة الصحة المدرسية ومديرية الصحة العامة. طبعا عدد الطلاب الذين سيلقحون في محافظة حمص حوالي 77,000 تلميذ، طبعا هذه من أجل تحصين أجسادهم ومن الأمراض، وتكون أجسامهم قوية وصحية من أجل أن يكونوا شباب بنائين فعالين في المجتمع. أستاذ وليد يعطيك العافية. نلتقي أيضا مع الدكتور غياس عباس وهو رئيس دائرة الصحية بالتربية حمص. دكتور غياس، مثل ما بنعرف أنتم دائما فينا نقول باستنفار كامل فيك طول العام للحفاظ على سلامة وصحة الأطفال، واليوم ضمن انطلقت الحملة الوطنية للقاح المدرسي السنوي، تحكي لنا أهمية هذه الحملة، كيف يتم التخطيط لها، التنسيق مع مديرية الصحة بحمص؟ الحقيقة الحملة جدا مهمة لأنها تحوي على لقاحات هامة للأطفال تحميهم من أمراض جدا خطيرة، مرض الدفتيريا، مرض الكزاز، ونحن نعرف خطورة هذه الأمراض ونسبة الوفيات التي تحدث عند الإصابة، بالإضافة إلى شلل الأطفال. اللقاحات اليوم اللي تم تأمينها عن طريق وزارة الصحة ووزارة التربية لقاحات آمنة ولقاحات فعالة. الحقيقة اليوم جهود كبيرة تبذل من قبل كوادر الصحة المدرسية على مستوى مدارس المحافظة. نحن تعرفي احنا اليوم الكوليرا، انتشار الكوليرا، لكن الحمد لله في مدارس المحافظة اليوم خالية من أي إصابة بالكوليرا. بعض إصابات التهابات الكبد الوبائي ضمن الحدود الطبيعية، أعراضه جدا بسيطة وخفيفة، والحمد لله اليوم كأنه عم نلاحظ بالأيام الأخيرة ما عاد في عنا حالات جديدة من التهابات الكبد، وهذا شيء كويس.
كويس. غدرنا استطعنا أن نأمن مياه آمنة ونظيفة في أغلب المدارس، مياه الشبكة الرئيسية في مدارس المحافظة مياه آمنة 100%. المدارس التي تلجأ إلى تعبئة الخزانات عن طريق الصهاريج هذه بحاجة إلى إضافة مواد معقمة لهذه المياه، وتم هذا الموضوع. لذلك اليوم أنا أستطيع أن أقول أغلب مدارسنا المياه فيها مؤمنة، مرافق الصحية أصبحت بحالة جيدة جيدي، الصيانة مستمرة لأغلب مرافق الصحية في كافة المدارس المحافظة، في تنسيق كامل، في جهود من قبل كافة المنظمات الشعبية، منظمات الدولية، الجمعيات الأهلية، المجتمع المحلي، كل اليوم يطلع بمسؤولياته تجاه هذا الموضوع. ألف عافية دكتورة. شكراً. تعرفيني حضرتك دكتورة، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا الدكتورة شزا عثمان من الصحة المدرسية. نحن نقوم بتلقيح الطلاب كافة بالمدارس، حيث أنه رئيس دائرة الصحة المدرسية بيقسم أعداد المدارس كلياتها على قطاعات. بنقوم بالتعاون مع مديرية الصحة بالاستئناس بكادر معنا، ومنقوم بتلقيح المدارس كلياتها حسب كل قطاع يتابع له. لقاحات آمنة جيدة، الطلاب كلهم متجاوبين، الحمد لله كل الأمور عم تكون معنا ممتازة، والأطفال عم يكونوا بصحة جيدة إن شاء الله دائما. يعطيك مرحبا حبيبي. أخذت اللقاح؟ إيه أخذته. اليوم أهمية اللقاح اليوم؟ للوقاية من الأمراض وحماية صحتنا. سلامتك يعطيك العافية. مرحبا حبيبتي، أخذتي اللقاح؟ تلقحتي؟ احكي لنا أهمية هذا اللقاح. هو اللقاح مشان إنه ما يصير معنا مرض أو شيء، هو بيقوينا وبنخلينا أحسن. مرحبا حبيبتي، أخذتي اللقاح؟ يس. احكي لنا أهمية اللقاح، قديش مهم إنك أنت تاخذي اللقاح لتحافظي على صحتك؟ نحافظ على صحتنا، هو مفيد كثير لنا ومفيد لجسمنا وكثير مفيد لنا، وشكرا لكم. سلام حبيبتي، لك. إذن مثل ما أننا شايفين عملية اللقاح السنوية تتم بيسر وسهولة، والجدير بالذكر أنه على الرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي مر بها القطاع الصحي في بلدنا، ما زال هذا القطاع قادر على تأمين العناية الصحة لكل المواطنين. عودة لكم زملاء في الاستوديو. طبعا هذا الجانب من أولويات كان وزارة التربية لما له من أهمية في الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم. شكرا جزيلا لك زميلة نور والنوس، كنت معنا من حمص. وننتقل إلى دير الزور وإضاءة على الواقع التعليمي في مدرسة الشهيد محمود البطمان في حي العمال بعد إعادة تأهيلها وعودتها للخدمة واستقبال الطلاب لهذا العام. التفاصيل معك زميل فاروق. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، أسعد الله صباحكم زملاء في الاستديو. نحن اليوم معكم من محافظة دير الزور لمتابعة واقع العملية التعليمية في مدرسة محمود البطمان في حي العمال. مدرسة محمود البطمان التي تعرضت خلال سنوات الحرب للدمار والتخريب على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، هي اليوم تشهد عودة الحياة لهذه المدرسة واستقبال التلاميذ بعد أن أعادت مديرية التربية وبالتعاون مع المنظمات الدولية أعمال إعادة تأهيل هذه المدرسة. للتعرف أكثر على آلية إعادة تأهيل هذه المدرسة نلتقي اليوم رئيس دائرة الإعداد والتخطيط في مديرية التربية. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بكم في مدرسة الشهيد محمود البطمان للتعليم الأساسي حلقة أولى. طبعا نحن في وزارة التربية ومديرية التربية بدير الزور في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمات الدولية قمنا بطرح يعني مدرسة محمود البطمان التي تناولتها يد الإرهاب بالتخريب، قمنا بطرحها لإعادة الصيانة من قبل المنظمات الدولية. فكان التعاون والتنسيق مع وكالة الإدفننسنت اللي هي دائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية الروم الأرثوذكس، فقاموا بإعادة تأهيل هذه المدرسة. إعادة التأهيل، ماذا شملت أعمال التأهيل في هذه المدرسة؟ طبعا شملت بناء السور الخارجي، إعادة تركيب الأبواب والنوافذ، إعادة الدهان، تسليك أو إعادة الكابلات الكهربائية، بلاط للباحة، بلاط المدرسة من الداخل. يعني أنتم ترون يعني جمالية المدرسة وكيف أنها جاهزة لاستقبال أبنائنا الطلبة. تمام.
تمام، كل الشكر أستاذ عبد الجبار. إذا تعرفنا على تجهيز هذه المدرسة عبر المنظمات الدولية والتنسيق معها، تأمين الأثاث، تأمين كافة المستلزمات للعملية التعليمية لتكون جاهزة. نلتقي مديرة المدرسة لتعرفنا أكثر على العملية التعليمية في هذه المدرسة واستقبال الطلاب. صباح الخير. أهلا، صباح النور. تعرف مديرة المدرسة هدي الحمود. طبعا البداية كانت صعبة هون، يعني باستقطاب الطلاب، كون المنطقة كانت يعني مدمرة بالكامل، بس يعني انه العودة كانت يعني عودة رائعة للطلاب. استقبلناهم بجهود، اولا يعني وزارة التربية ومديرية التربية بدير الزور يعني كانت مشكورة جدا بالتعاون معنا بتأمين الكادر المدرسي في هذه المدرسة طبعا، وجهود ايضا للمنظمة التي رعت هذه المدرسة واقامت بإعادة التأهيل فيها. يعني كل الشكر، لانه يعني الانطلاقة دائما من الاطفال، لانه هم الحلم. تمام. اذا عودة المدرسة لحي العمال، احد الاحياء المحررة في مدينة دير الزور، تحدثينا والمدمرة، تحدثينا أكثر ماذا وفرت هذه المدرسة على الأهالي والطلاب؟ أكيد وفرت مشقات ومصاعب كثيرة، كان الطلاب يعانون بعد المسافة وبعد الطريق والمشقات خصوصا في فصل الشتاء، فهذا يعني إعادة هذه المدرسة أمنت الكثير للأهالي يعني صعوبات الطريق يعني، والعودة كانت يعني استقطبت طلاب كثير. اليوم بالنسبة لأعداد الطلاب اللي استقبلتوهم بالمدرسة؟ تجاوز الأعداد يعني 150 طالب وطالبة يعني من جميع الصفوف، يعني افتتحنا في المدرسة 6 شعب تعليمية من الصف الأول للصف السادس. تأمين كافة مستلزمات العملية التعليمية؟ بالنسبة للعملية التعليمية مشكورة مديرية التربية اللي أمنت لنا كادر تقريبا شبه كامل إن شاء الله، يعني موعودين إنه بالنقص إن شاء الله يتأمن. يعني التعاون كان جدا ممتاز من المديرية، والحمد لله يعني بالفضل جهود الجميع، الكوادر الإدارية تقريبا كاملة وكافة المواد، وبالنسبة للكتب المدرسية نفس الوضع، يعني الحمد لله التأمين كان كامل. إذن كما شاهدنا أعزائي المشاهدين، اليوم تضافر الجهود بين المنظمات الدولية ومديرية التربية، عودة الحياة التعليمية إلى المدارس لعودة استقبال هؤلاء التلاميذ وإعطائهم الفرصة في التعليم. كان معكم من محافظة دير الزور فاروق المضحي، ومن خلف الكاميرا أحمد دخول. نعود إلى الزملاء في الاستوديو. طبعا وأكيد على أمل إعادة تأهيل وترميم كل المدارس على كافة الجغرافيا السورية المتضررة وعودتها للخدمة بالقريب العاجل. شكرا لك زميل فاروق، كنت معنا من دير الزور. وإلى ريف الرقة المحرر والزميل غانم مهب معنا من مدرسة دبسي عفنان، حلقة أولى وإضاءة على سير العملية التعليمية في مدارس ريف الرقة المحرر، والتفاصيل معك زميلنا غانم. تحية طيبة لكم زملائي في استوديو برنامج مراسلو التربوية، أحييكم متابعي التربوية أينما كنتم، أحييكم من ريف الرقة المحرر الغربي وبالتحديد من مدرسة دبسي عفنان حلقة أولى. سوف نرصد العملية التربوية والتعليمية في هذه المدرسة. لمزيد من التفاصيل عن هذه المدرسة وعن مدارس المجمع التربوي، نلتقي مع السيد رياض الأيوب مشرف المجمع التربوي. أسعد الله أوقاتك بكل خير أستاذ رياض. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم في مدارسنا. أستاذ رياض، خلينا أول شيء، إحنا حاليا في مدرسة دبسي عفنان حلقة أولى، كونك مشرف المجمع، خلينا بالبداية نحكي عن الواقع التربوي والتعليمي. أول شيء من حيث عدد المدارس، عدد مدارس المجمع 34 مدرسة ما بين ابتدائي وحلقة ثانية ومدارس ثانوي. الكادر التدريسي هل هو متكامل في جميع مدارس المجمع؟ وإذا في نقص خلينا نذكره. الكادر التدريسي موجود بالكامل، تم تأمين النقص عن طريق وكلاء الحلقة الأولى بعد الموافقات، موافقة تامة يعني، تعيين مكلفين من خارج الملاك لسد النقص الموجود. سديتم نقص المعلمين بوكلاء؟ لا يوجد أي نقص بأي صف. إذن الكادر التدريسي في جميع مدارس مجمع دبسي عفنان كامل؟ بالكامل. طيب الكتاب المدرسي شو وضعه؟ الكتاب المدرسي قبل الأسبوع الإداري كخطة سنوية دائما في الصيف يتم توزيع الكتب المدرسية بالكامل على المدارس. بالدوام الإداري كان
جميع المدارس أعطتنا أنه استلمت بالكامل، تم التوزيع بالكامل، أقلع العام الدراسي بتاريخ 4/9 نحن كل طلابنا يحملون الكتاب المدرسي. شو استعداداتكم لفصل الشتاء؟ تم توزيع مادة المحروقات بالكامل لكافة مدارس المجمع التربوي منذ 10 أيام تقريبا. هل هناك صعوبات تواجه عملكم أنتم كون في عندنا معلمين من يأتون من المناطق الساخنة، كيف تتلافون هذا الأمر؟ الموضوع عن طريق تأمين سيارات لنقل المعلمين من المناطق الساخنة إلى مدارسهم، وبالعكس تم تأمين سيارتين لنقل المعلمين بالكامل يعني بشكل يومي. يعني ما عندنا أي صعوبة بعد، حليتم هاي المشكلة؟ الحمد لله أمورنا جيدة وانطلاق، والمدارس أمامكم واليوم الكاميرا تشوف بعينها. خير أستاذ رياض، شكرا لك يا أستاذ رياض مشرف المجمع التربوي. أهلا وسهلا بكم. نعم زملاء، نتابع جولتنا ونلتقي مع مديرة المدرسة، عرفينا على حالك. المعلمة أمل فاروق محمد، مديرة مدرسة دبسي عفنان حلقة أولى. أنسى أمل، إحنا حاليا في مدرسة دبسي عفنان، شو عدد الشعب؟ طبعا مدرسة دبسي عفنان فيها 8 شعب صفية مع طلاب الروضة، عندنا شعبة روضة استعدوا و7 شعب صفية. عندكم شعبة روضة؟ نعم لدينا شعبة استعدوا. الكادر التدريسي كله من ضمن منطقة الدبسي، يعني ما عندنا حدا من برا، فالحمد لله المدرسة وضعها ممتاز من ناحية الكادر، الدوام كامل، المعلمات كلها من داخل الملاك، والحمد لله صفوف أمورها كلها جيدة جدا. الكتاب المدرسي في مدرستك حصرا؟ الكتاب المدرسي طبعا في دوام الإداري، الأسبوع الإداري استلمنا الكتب المدرسية بالكامل، وكانت أغلب الكتب كلها نسخ جديدة. ما في قديم؟ لا، كان مدور، عدد قليل من الكتاب مدور، لكن يكون الكتاب جيد يعني صالح للاستعمال والقراءة والكتابة. أيضا يعني الطلاب كلها استعديتم لفصل الشتاء؟ طبعا استعدينا واستلمنا المحروقات، مخصصات الفصل الأول كامل، وتجهيز الصوبيات في المدرسة جاهزة كاملة بشكل. أنسى أمل خليك معنا، راح ترافقيننا بجولة داخل صفوف هذه المدرسة. شكرا لك. أهلا، شكرا. نعم زملاء، ندخل الآن إلى الصف السادس. يعطيك العافية أنسى. أنا لاحظت أنه الطالبة هي اللي عم تعطي الدرس، شو القصة؟ طبعاً إحنا عندنا موقف تعليمي، طبعاً هذا يتضمن أنه يطلع طالب طبعاً يكون محضر درس أمام زملائه ويقوم بإعطاء هذا الدرس بشكل كامل مع طرح جميع الأسئلة الموجودة بالدرس إلى زملائه، ويقومون زملائه بالإجابة عنها. طبعاً هذا العمل نقوم به تشجيع للتلاميذ كي تصبح عندهم إرادة قوية من ناحية التعليم. تقصدين خلق شخصية قيادية للمستقبل؟ قوية، نعم. أحسن، يعطيك العافية أنسة، شكرا لك. تمام. نعم نلتقي مع أحد الطالبات، يعطيك العافية بنتي. الرفيقة الطلاعية سدن خلف الشحاذة. أهلين سدن. سدن شفتك أنت تعطي الدرس. إيه الآن طلبت منا أن نحضر الدرس ونعطيه. مبسوطة وأنت تعطينا الدرس؟ إيه. صارت شخصيتك قوية؟ يعني حاليا انت صرتي قائد بهذا الصف؟ اي. يعطيك العافيه، وان شاء الله نشوفك دائم قائد بالمستقبل. يعطيك العافيه. نعم زملاء، نغادر برفقه المديره الى احدى القاعات لنرصد الواقع التربوي والتعليمي في هذه المدرسه الجميله من حيث النظافه والواقع التربوي في الواقع والتعليمي. نرى يرحب بكم رفيقي الزائر رشيد. استقبال 1 2. اهلا بكم، اهلا بكم. نعم زملاء، كما ترون بعين الكاميرا هذا الاستقبال الرائع جدا للضيوف القادمين الى هذه المدرسة. نعم زملاء، كما رأيتم بعين الكاميرا العملية التعليمية في مدرسة دبسي عفنان حلقة أولى تسير بشكل سلس، الكادر التدريسي متكامل في هذه المدرسة، الكتاب المدرسي متوفر بين أيدي الطلاب. هذه المدرسة وجميع مدارس مجمع دبسي عفنان استعدت لاستقبال فصل الشتاء من حيث المحروقات. نعم زملاء، عودة لكم في استوديو برنامج مراسلون، لكم تحياتي أنا غانم وهاب، ومن وراء الكاميرا الزميل فادي أحمد. طبعا كل الشكر للجهود المبذولة والتي تعمل رغم الظروف الصعبة في بعض المناطق لإتمام سير العملية
التعليمية. شكرا لك زميل غانم، كنت معنا من ريف الرقة المحرر، ومستمرين معكم وإلى ريف السويداء. والزميلة سماهر دنون معنا من قرية سهوة الخضر، وبالتحديد من مدرسة الشهيد سالم سعيد، وإضاءة على الواقع التعليمي ومواكبة إحدى الدروس النموذجية. والتفاصيل معك زميلة سماهر. مرحبا بكم زملائي في الاستوديو المركزي وزملائي المراسلين في باقي المحافظات، وعلى المحبة نلتقي مشاهدي شاشة الفضائية التربوية السورية، بالتحديد برنامج مراسلو التربوية. أنا اليوم في قرية سهوة الخضر في ريف السويداء، والذي تبعد ما يقارب 22 كيلومتر عن مركز المحافظة. بالتحديد أنا في مدرسة الشهيد سالم سعيد، هناك طبعا دروس في الغرف الصفية، وبالتحديد جئنا لكي نواكب إحدى الدروس النموذجية للصف الثاني. كما نرى هذه الأجواء ضمن هذه القاعة، يعطيكم ألف عافية، صباح الخير. ألتقي مباشرة بمعلمة الصف، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، أهلا. اسم حضرتك؟ نور كيوان. نحكي اليوم عن درسكم. اليوم عندنا درس علوم غطاء الجميل عن الورقة. طبعا نحن هون نهتم بسهل عملية التعليمية حسب الوسائل والإمكانيات المتاحة بالمدرسة، وكلنا نحن بالنهاية هدفنا الطالب، يعني توصل المعلومة بقدر الإمكان. الله يعطيك العافية. عم شوف أنا وسائل شبه حسية، يعني عم معلق على السبورة، ويمكن في وسائل سمعية بصرية. نحكي عن شيء اللي موجود. هلق نحن هون بالدرس حاولنا نضم جميع الوسائل. في عندي أنا حسية، في عندي أنا هون بقدر أتلمسها، في عندي كمان استخدمت الوسائل، طبعا في اللابتوب وجهاز سبيكر مشان الصوت ومشاهدة مقاطع الدرس. دائما درس العلوم مادة علمية، كل ما ربطناها بالواقع أكثر كل ما رسخت المعلومة أكثر بالنسبة لأبنائنا التلاميذ. كيف عم بيكون سير العملية التعليمية أو الخطة الدرسية بباقي المواد؟ هلق باقي المواد عم يصير حسب الخطة السنوية والخطة الشهرية، كله يعني منظم وكله محضر والأمور ماشي تمام. ألف عافية فيك يا هلا. أنا رح أنتقل لسيد رفيق حمدان، موجه الاختصاصي أو المشرف التربوي للمدرسة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا هلا. اليوم مثل ما عم نشوف في متابعة من قبل حضراتكم لهي الدروس وتقييم يعني لأداء المعلمين، شو أهمية حضوركم ضمن هي الشعب الصفية؟ طبعا نحن هي الدروس هي أساسية بعملنا التربوي، من خلال هي الدروس بيتم اكتساب خبرات لباقي المعلمات، تبادل خبرات مع الزميلات، منشوف تفاعل الطلاب بشكل جيد، استخدام الوسائل الحسية، التركيز على الشيء العملي الملموس من قبل الأطفال للوصول لأفضل نتيجة تعليمية، وآخر شيء نصل للنتيجة أنه يقدم الطالب المعلومة بشكل عملي ويربطها بالواقع ويقوم بتنفيذها بشكل سلوك يومي قدر الإمكان. نشوف بين إيدين حضرتك بطاقة مداولة إشرافية للمعلم، يعني هاي أنتم بتكتبوا عليها التقييم الإيجابيات والسلبيات وبتناقشوا فيما بعد فيها المعلم، وبيكون على أساسه في تقييم؟ طبعا نحن في عنا زيارات ميدانية، منثبت هاي الزيارات بشكل ممنهج وصحيح، منناقش المعلمة بنهاية الدرس، منأكد على النقاط الإيجابية التي كانت لامست الأهداف التعليمية، منشير للنقاط التي يجب تداركها أو ما نسميها ما بدنا نسميها سلبيات لتكون أفضل في المرات القادمة. أستاذ رفيق حمدان مشرف تربوي، كل الشكر لإلك. عفوا، أهلا وسهلا فيكم. أنا أيضا رح أنتقل لبعض الأطفال، بعدين بدنا نروح جولة هيك نحن والسيدة ليال. مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ موج. موج، أعطيني اسمك الكامل. موج كندي. كيف عم بتلاقي الدروس هون؟ منيح. شو عم تتعلمي؟ هيك دروس يعني. مبسوطة بالمدرسة؟ نعم. خبريني اليوم انت هيك لما عم تجي مع المدرسه ورفقاتك موجودين، كيف عم بيكون شعورك؟ بالفرح، يعني فرحاني كثير كثير. انت شو بدك تصيري لما بتكبري؟ مهندسه. ان شاء الله بتصيري احلى مهندسه. مرحبا. هلا. شو اسمك؟ قصاي. شو الدرس اليوم؟ علو. مبسوط بالدرس؟ عم تستفيد؟ ايه. شو بدك تقول للمدرسه؟ يعطيك العافيه.
الله يعافي قلبك ومشكور كثير، شكرا للحلوين. انا رح انتقل للسيده ليال سعيد مديره المدرسه، يعطيكم الف عافيه، كل الشكر لكم. سيده ليال سعيد يعطيك الف. الله يعافيكم، اهلا وسهلا فيكم. مثل ما عم نشوف هون في بناء قديم ضمن هاي المدرسة، عبارة عن محورين المدرسة، مدرسة سالم سعيد بقرية ساوة الخضر، بناء قديم وبناء شبه حديث تم ترميمه من فترة. وهم بناء الحديث؟ بناء الحديث مقوم من طابقين، هو البناء القديم. طبعا المدرسة عبارة عن 13 شعبي، حديثا فتحنا شعب التحضيري بحسب الخطة الوزارية المقامة، وحاليا بتطلعوا عليها. نتجه للغرفة التحضيرية، يمكن المربيات موجودين كمان إذا بيكونوا موجودين معنا، عم بيكون يمكن في عنده نشاط لصفي بالخارج مثل ما عم نشوف. ولكن يعني هيك مجرد انه نوصل لهون، رغم انه كان البناء قديم، ولكن عم نشوف هون الجماليه اللي موجوده، تحكي لنا عن هال تم ترميم الشعبي. يعني كان بناء قديم وكان بحال يرثى له صراحه. الحقيقه بمساندات الفعاليات الاجتماعيه والمجتمع المحلي بقريه سهوه الخضر، تم دعم صندوق التبرعات. من خلال هذا الصندوق تبرعوا الصبايا معلمات الرسم عندي ومعلمات التحضير، منار كيوان، زكية أبو مهدي، ورجاء كيوان، وهليل الجهجاه، بدهان أولا طلاء الغرفة، بعدين قاموا برسم لوحات لكي تكون بيئة محببة لأطفالنا. طبعا الهدف من شعبة التحضير وافتتاحها، أولا استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال فئة 5 سنوات، والهدف الرئيسي والأهم واللي نحن المحور الأساسي له هو تخفيف العبء المادي عن الأهالي، طبعا بظل ظروف الغلاء الفاحش للروضات الخاصة. نحن رح ندخل نحن وياك على القاعة، ولكن قبل بدي احكي عن هذا البناء الحديث، اكيد ضمن حرص مديرية التربية على يعني تحسين البيئة المدرسية، فتم بناء هذا البناء الحديث عندكم؟ رمموه من فترة، مشي يمكن 10 سنوات تقريبا تم ترميمه، بس هذا البناء الحديث بعده على حاله، ما صار في اي تحسينات فيه. ممتاز، يعني بين البناء القديم والحديث عم بيكون في توزع للطلاب بشكل مريح، في استيعاب للطلاب، بس كمان يا ريت انه بعد توسيع اكثر. كم عدد طلابكم؟ عدد طلابنا 355 طالب، الصف الاول للسادس. الاول للسادس مع التحضير. خلينا ندخل على القاعه. مثل ما عم نشوف مشاهدينا بعين الكاميرا، هي الرسومات الحلوه والمميزه والبيئه المحببه والجاذبه للابناء التلاميذ او الابناء الاطفال هون، مثل ما عم نشوف، لانه غرفه تحضيري طبعا هن عندهم نشاط بالخارج، ولكن نحن استدعينا المربيات لحتى ناخذ معهم لقاءات. يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا هلا. اسم حضرتك؟ منار كيوان. اسم حضرتك؟ هديل ابو جهجه. الله يعطيكم العافيه. رب تحكي لنا اليوم عن هي الغرفه المميزه، مثل ما عم نشوف لوحات جداريه محببه للاطفال، تحكي لنا عنها. هي نتيجه تعب الانسات كلنا هون، واولا مديرتنا والمعطاء واللي ما قصرت وما كفحتنا لو شوي. كل شيء نطلبه يتاملنا، تقولنا بس اطلبوا واشتغلوا، اطلبوا واشتغلوا. طبعا مساعدة انسات الرسم موجودين معنا هون، يمكن انسه زكيه مش موجوده. والانسه رجاء، والانسه هديل كمان تعبت معنا كثير كمان، وكلنا اشتغلنا بالغرفة، يعني ما حدا قصر. يعني بالإضافة للوحات الجدارية عم شوف وسائل تعليمية مميزة حضرتكم عاملينها. نحكي بشكل سريع عنا لانتقل. كل شغل يدوي. مثلا إطار. إطار للصور الأطفال صورناهم. لوحات الحضور والغياب. هون لوحات تشجيعية، أسماء التلاميذ غادي كمان لوحة. انتقل لزميلتك، كل الشكر لك، يعطيكي الف عافيه. اهلين، الله يعافيكي. نحكي اليوم عن المقاعد، انا حتى بدي احكي عن المقاعد، مثل ما عم شوف مع حضرتك وبعين الكاميرا، حتى المقاعد انتم مهتمين بجماليتها. هلق نحن مثل ما خبرناك، نحن اعتمدنا على انفسنا بانشاء هذه الغرفه، حتى نحن الانسه ليال وفرت لنا الدهان الكافي والوافي لهي الصف. هلق هو نظام التحضيري بده مقاعد خاصه وكراسي خاصه، نحن بوجود انه هي الكراسي والمقاعد ما قدرنا انه تتواجد، نحن لجأنا لفكره انه الرسم على المقاعد بطريقه محببه لطفلنا واكثر الامكانيات الموجوده. بالامكانيات عم شوف هون مسرح عراء صندوق الاسرار، ويمكن هي وسيله كلها من صنعكم. هلا نحن تواصلنا مع اصدقائنا اللي قبل عم يعطوا، زملائنا اللي عم يعطوا بالتحضيري، حاولنا نتعلم منهم بعض اللوحات المطالبين فيها نحن من الوزاره، مثل لوحه الايام الاسبوع، مثلا مثل اليوم اشرقت شمس الاحد. طبعا تلاميذ كل يوم عم بتحطوا الشمس، اليوم نحن بننقل الشمس. يعطيكم العافيه يا رب. اطفال اول ما بيجوا بقول لنا انسى اليوم الاثنين، انه بدنا ننقل الشموسي حافظين ايام الاسبوع. استغلينا بس فكره الدهان، مثلا نحن بحكم العزالي انه الكرتون وهيك بيسيبوا اتلاف، نحن استغلينا بالدهان اللي عملنا شجره الحروف، شجره الاعداد، لان هي اثبت على المده الزمنيه الطويله. الله يعطيك العافيه يا رب، واكيد مدرسه الرسم يعطيكي الف اهلين. الله يعافيك، تعاونتي معهم لعملتوا هي البيئه المميزه.
أكيد بفضل الصبايا وبفضل المديرة يعني حبينا نعمل بيئة محببة للأولاد من خلال رسومات بسيطة شيء بحبوه يعني أفلام كرتون. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. أنا رح أرجع لسيدة ليال، هيك نحن بدنا نكمل بس نحكي عن سير العملية التعليمية عندكم، هل في توفر للأطر الإدارية والتدريسية والخدمية؟ الحمد لله نحن عم نسير وفق الخطة الوزارية سنوية. بالنسبة لأطر التدريسية بمدرستنا الحمد لله ما في أي معوقات، عم بتتم سير العملية التربوية بحسب الأصول وبحسب المدروس. بعض المعوقات أحيانا في كثير مثلا وسائل أو أدوات ما عم نضطر أن نجيبها من المجتمع المحلي، مساعدة المجتمع المحلي. المجتمع المحلي ومدارسنا بالنهاية عم بتكون مدارس مجتمعية، بالنهاية كله محور هالطفل يعني. بالنهاية كمان في تشارك يعني ابناء المجتمع المحلي ضمن هيئه المدارس وعم بيكون بالفعل في تعاون. لا يعني معوقات صعوبات لا الحمد لله انه كله مقدور عليه. في سيدة ليال سعيد مديرة مدرسة الشهيد سالم سعيد بقرية سهوة الخضر، كل الشكر فيكم، شرفتونا، أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. إذا مشاهدينا مثل ما شفنا اليوم ما نحن موجودين بقرية سهوة الخضر، بالتحديد مدرسة الشهيد سالم سعيد، بأجواء الإيجابية مع أطفالنا الحلوين بقرية سهوة الخضر. كنت معكم أنا سماهر دانون وراء الكاميرا ضياء الحلبي، كل التحية والمحبة لكم. شكرا لك زميلة سماهر على هذه الإيضاح المهمة لمواكبة الدروس النموذجية في مدرسة الشهيد سالم سعيد. وننتقل مباشرة إلى حماة والزميل وليد سلطان معنا من إحدى مدارس التعليم المهني ورصد لسير العملية التعليمية في مهنة جديدة افتتحتها وزارة التربية في حماة، وهي مهنة الحلاقة والتجميل للسيدات، والتفاصيل معك زميل وليد. نعم، أسعد الله أوقات الجميع لكم، من التحية في البداية للسادة المشاهدين الفضائية التربوية وللزملاء المراسلون في المحافظات كافة. نحن في الرسائل الماضية عبر برنامج مراسلون نقلنا مجموعة من الرسائل عن التعليم المهني الصناعي. اليوم راح ننقل لكم مهنة أحدثت حديثا في حماة وصار إقبال عليها، هي مهنة الحلاقة والتجميل للسيدات. طبعا مهنة جيدة للعنصر النسائي حتى يكون مشروع صغير من بأدوات بسيطة أحدثتها وزارة التربية حتى تواكب المنهاج التطور في مجال التعليم المهني. حتى حط السادة المشاهدين مباشرة راح أدخل على القاعات حتى نوضع السادة المشاهدين بكيفية التدريبات العملية والتعليمات النظرية اللي بتلاقوها الطالبات عن التعليم المهني، خاصة في مهنة التجميل والحلاقة للسيدات. راح أسأل إحدى الطالبات، مين بدها تحكي لي من الطالبات اللي يكون يعطيكم العافية. اليوم نحن هلا عم نحكي للساده المشاهدين نحن مهنه الحلاقه والتجميل للسيدات، ليش اخترنا هالمهنه؟ هي المهنه كثير حلوه وكويسه وبتنمي عندنا مهارات الفن. هي كمان يعني هي بحياتنا العمليه دائما انه بنستخدمها للمناسبات، للسهرات، يعني كثير بنستخدمها. اذا مهنه لطيفه وحلوه ونظيفه للطالبه بشكل عام. هي مهنه كثير حلوه ولطيفه. كيف التدريبات عم نتدرب عليها من خلال التدريبات العملية؟ عم نتدرب عليها على الملوكانات، بنستخدم الملوكانات بنقص عليهم بنتدرب عليهم، وصرنا هلا نحن من وقت ما اخذناهم صرنا نعرف كيف نقص الزوايا من طريقة القصة، نعرف انه هي اني زاوية القصة المناسبة للوجه، صرنا نعرف كل شيء. برافو، إذن عملية التجميل بكل مفاصلها بكل فنياتها أتقنتوها إن شاء الله. إيه إن شاء الله. هلا بدي أسأل الآن سيب لك يعطيك العافية. هلا الطالبة تحدثت لي عن شيء حلو، إني مهنة حلوة للطالبة بتهتم وصار عندهم مقدرة على امتلاك المهنة، شو بنحكي عم نشرح لهم للطلاب نعلمهم على المهنة؟ هي المهنة صارت هون بشكل أكاديمي عم بيتعلموها الطلاب. و يعني مو بقت مثل الأول وقت بيفوتوا على الصالونات، لا هون كله بشكل علمي وأكاديمي وكله بأساليب حديثة وكله بمواد جديدة ورائعة، وعندنا المركز كتير كتير كويس ورائع. وبعدين عندنا الطلاب صاروا يتمكنوا إنه هي القصة إذا أخذوها صاروا يعرفوا كيف طريقة العمل بها. هلا كيف تفاعل الطالبات مع المهنة الحلوة؟ كتير كتير مبسوطين وكتير مندفعين وملاقين المهنة إنه، وحتى للمستقبل عم يشجعون إنه هي رح تجيب لهم موارد سواء يعني بالمدح أو بالمادة. بدي لك يعطيك العافية. كمان بدي أخذ طالبة تانية. بقول لك يعطيك العافية. هلا نحن سألت زميلتك قالت مهنة حلوة وممتعة بالنسبة له، أنت شو رأيك؟ رأيي إنه بتساعد الأنثى على في حياتها العملية على تطور
السعادة من جميع النواحي، ونحن بنشجع هذا الشيء، وشكرا للشخص اللي عمل هذا المجال. بدنا نشكر وزارة التربية، هي أحدثت هالمهنة حتى مثل ما قلتي إني فرصة جديدة أو مهنة تمتلكها الطالب. مو ما بتتعوض ما بيقولوا. شو بننصح زملائك اللي بده ينجحوا بالتاسع ينتسبوا لهالمهنة ملا؟ أكيد بنصحهم، لأنه مهنة كتير كويسة وحلوة وممتعة، ونفس الوقت اللي عنده رغبة بتساعده هذا الشيء. يعطيك العافية. كمان بدي نرصد أماكن أخرى من العمل، مهنة الحلاقة والتجميل للسيدات. طبعا الطالبات وضحوا لي والمعلمة وضحوا لي. بدي نسأل إحدى الطالبات هلا هون، شو عم ناخذ هون؟ عم ناخذ اليوم جلسة عملي حمام الكريم. هلا هون أنا شايف معلومات نظرية على الدفتر، شو تشرحي لي؟ هون ناخذ نحن هون نظرية، وهونيك بناخذ عملي. إذا عم يشرحوا لكم نظري وفق منهاج معتمد؟ إيه تمام. هلا شو المعلومات النظريه عم تاخذوها مثلا؟ مثلا انه كيف بنحمم الزبونه، كيف بنعمل لها حمام كريم، حمام زيت، او تمام. اذا هلا هون مثل ما حكت الطالبه عم ياخذوا معلومات نظريه، ومن ثم بينتقلوا للمعلومات العمليه بيطبقوا بشكل عام. بدي لك يعطيك العافيه الانسه. هلا نحن حكيت لي الطالبه، بس اذا وجهك على الكاميرا لو سمحتي، حكيت لي الطالبه اني عم ياخذوا معلومات نظريه. هل المعلومات النظريه ضمن منهاج مؤلف وزاره التربيه؟ لكن كلها معلومات منسقه وموجوده عندنا بالمنهاج وعم نعطي. كيف عم ننقل لهم المعلومات النظريه للطلاب؟ يعني كيف عم نشرح لهم اياها بشكل نظري وبعدين نطبقها؟ لكن بنشرح المعلومات كلها كامله، بنشرح الدرس كامل، بعدها بننتقل للعملي. بنشتغل عملي نظامي يعني على الطالبات، يعني على الشعر مباشر بنشتغله وبندهن وبنشتغل كامل المرحله كامله. يعني هلا انا سالت زميلتك بالقاعه اني الطلاب الطالبات متفاعلين مع المهنه، هون كمان مجموعتك كيف؟ كثير 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 متفاعلين وحابين كثير مهنة التجميل، وهون الحلاقة كتير حابينها وعم بيأبدعوا فيها وبيشتغلوا بالبيت وبيشتغلوا عنا كتير عم بيأبدعوا. إذا مهنة لمشروع صغير للطالبة لتساعد أسرتها وأهلها، وارد هالحكي؟ لكن وارد. هلأ عم بيستفيدوا، بالرغم هن هلأ صف عاشر عم بيستفيدوا، قالوا كتير إنه استفادة سريعة، يعني عم بيطلعوا نهار الدرس عم بيطلعوا من الدرس حافظينه وبيروحوا بيطبقوا بالبيت. ممتاز. إذا بدنا ناخذ كمان رأي طالبة، مين بدها تحكي لي من الطالبات اللي عم تحكي؟ هلا نحن هي انستك حكت لي عم تاخذوا شيء عملي، وين عم نطبق اول شيء؟ بالبيت مع زميلاتنا؟ اول شيء عم نطبق هون مع زميلاتنا، وعم نطلع من هون حافظين كل شيء ويعني واتقان وكل شيء، وبعدين عم نروح على البيت بنطبق على امهاتنا او على اخواتنا الصغار بنطبق كامل. يعني اهلك هلا انبسطوا، هن وفرتي عليهم مصروف كثير تبع التجميل، له تكلفه كبيره، انت وفرتي عليهم، حبيتي هالمهنه؟ ايه بالعكس، انا حبيتها كثير للمهنه، كثير يعني فيها هيك اتقان وشغل هيك كتير، يعني الجو محبوب هون والمهنة كتير حلوة. انتي دخلتيها بعلامات لما رغبة تمام. بحق لك تدخلي عام كان؟ بدحق لي ادخل تجارة ومعلوماتية. دخلتني عن رغبة كمان. بدي اخد انتي شو عم نسوي هلا؟ هاي درس عملي كامل. عم ندهن الشعر بكريم، وقسمنا الشعر الى 4 اقسام، قسمين خلفيين وقسمين اماميين، سالف أيمن وسالف أيسر. يعني إذن التقسيمات الخطوات أخذتوها كلها من الأنسة، عم ننفذها بشكل صحيح حتى نطبقها فيما بعد على الزبونة بشكل صح. صح تمام. بدي أعطيكم العافية. طبعا شيء ممتع، شيء جيد. بدي انتقل لمحل آخر حتى نعطي للمهنة صورة كاملة للسادة المشاهدين، كيف عم تطبق مهنة الحلاقة والتجميل للسيدات. ندخل مباشرة على أحد القاعات الثانية. طبعا مهنة الحلاقة والتجميل بتضم عدة مراحل، بنأخذ فكرة ونعطيك العنسة. يعطيك العافية. عفوا أهلين أستاذ. أهلين. نحن هون شو بأي مرحلة؟ هون صف عاشر تجميل. هي المهنة هي حلاقة وتجميل، إذن أقسام. إيه. شو عم نعلمهم للطلاب هون؟ حاليا أول درس العملي كان عندنا مساج. فالمساج هو طبعا اللي هو حركات رياضية باليدين تتم على التجاعيد والعضلات، وهو بيعطي استرخاء طبعا للزبونة
اللي عم نعمل لها مساج، ايضا بنشط لها الدوره الدمويه، وهذا كله عم ننقله للبنات مشان يتعلموا بايديهم. هلا نحن مثل ما ملاحظين انسه تجهيزات حديثه، معدات كامله، بالبيت يا ترى اذا في تجهيزات بسيطه بامكان الطالبه تشتغل؟ بامكان الطالبه بتشتغل بالتجهيزات البسيطه ببيتها، هلا نحن عم نعلمهم حاليا العاشر طريقه العمل الكلاسيكيه. فالكلاسيكية يعني الطالبة تشتغل بإيدها سواء كان المساج أو تنظيف البشرة، حتى فيها تستغني عن جهاز البخار، تستغني عنه بالبيت بوعاء ماء. في بدائل للآلات موجودة، في بدائل بالبيت. بدك يعطيك العافية. تمام، عم نعلم الطالبات إذا ما في وسائل حديثة يستخدموا بالبيت الوسائل المتوفرة عندهم. بدي لك يعطيك العافية. طبعا كمان بدي أشوف الطالبات النشيطات عم يسوي تمرين عملي على زميلاتهم. مرحبا. أهلا. هلا شو عم نساوي نحن هون لزميلتك؟ مساج. مساج. زميلتك هلا هون عم تتفاعل مع الحركات المساج. شو الهدف من المساج؟ الاسترخاء وتنشيط الدورة الدموية وفرد التجاعيد وشد العضلات، وبنساعد كل مواد العناية للبشرة. هلا كمان انا سالت زميلاتك بمكان اخر، عم يستفيدوا اهلهم، عم يوفروا على اهلهم مصروف، هن عم يساووا لاهلي بالبيت، بتساوي لماما وبابا. كيف تفاعلوا اهلك والبابا والماما، كيف تفاعلوا مع الحركات اللي عم تسويها انت؟ حبوه واسترخوا يعني، واستفاد بابا يعني تشد تجاعيد عن العينين وعندهم زوايا تم. هلا عندك امكانيه تفتحي مهنه او صالون لحالك بالبيت؟ هلا بالبيت لا، بس بالمستقبل ممكن انه افتح يعني صالون مركز حتى. شو رايك بفكره الاحداث هالمهنه هلا هون؟ كثير حلوه يعني بالنسبه لنا كبنات، انه مهنه بتساعدنا بحياتنا الطبيعيه بشكل يومي، وانه كبنات نحن حلوه كثير المهنه. لك يعطيك العافيه. كمان بدي اخذ زميلتك هلا هون، راح اوقف عمليه عكسيه كمان هون. هلا زميلتك عم تسوي مساج كمان نفس الحركات، شو بدي تحكي لي عن العمل؟ هو هذا المساج بيساعد انه الخبيره او الزبونة، بيساعدها على الاسترخاء وشد العضلات وفرد التجاعيد، وبيساعدها انه تدخل مواد العناية اليها. هلا نهدي هالمعلومات هدول بامكانك تعلميها لاختك بالبيت، للماما بالبيت، تعلميهم يعني نساوي مشاريع صغيرة مع بعضنا. اي بصير ممكن. يعني عندك استعداد لافتتاح مشروع صغير تعتمدي لك لمصروفك تساعدي اهلك؟ اي ممكن. شو بننصح زميلاتنا اللي بدهم ينجحوا من التاسع للعاشر؟ هلا انه هذا الشيء انه حلو كثير للمستقبل، خاصه للبنات، وفرع كثير حلو وبيطور المجتمع. اكيد. بدي لك يعطيك العافيه. طبعا مثل ما حكينا بالبدايه مهنه حلوه، مهنه الحلاقه وتجميل السيدات مناسبه للطالبات اعتمادهم على انفسهم، بيكونوا مشروع صغير بيساعدوا اهلهم بالمصروف. بتمنى الخير والنجاح للطلاب والمهنه تتطور للافضل بشكل كامل ان شاء الله. بنعود الى حضراتكم بالاستوديو، لكم من التحيه انا ولي السلطان، ومن خلف الكاميرا المصور حكم الحمضي. وأكيد التركيز على هذه المهنة بيساعد برفع سوق العمل بطاقات جديدة وانخراطها لاحقا بسوق العمل. شكرا لك زميل وليد، كنت معنا من حماة، ومستمرين معكم. وختام الحلقة من طرطوس والزميلة نعمة علي معنا، وإضاءة على مبادرة مجتمعية لإحداث شعبتين في مدرسة المتفوقين الأولى في محافظة طرطوس، والتفاصيل معك زميلة نعمة. تحية لكم زملائنا في استديو الفضائية التربوية في دمشق، وتحية لكم زملائنا في بقية المحافظات. نحن الآن في مدرسة المتفوقين في طرطوس لننقل لكم مبادرة أهلية أتاحت الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للدخول في منافسة التفوق. هذه المبادرة قام بها أولياء الطلاب بإشراف مديرية التربية في طرطوس. سوف نتعرف أكثر على هذه المبادرة من القائمين عليها، بداية مع الدكتورة مايا بركات رئيس دائرة البحوث. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. حلو كتير يعني نشوف مبادرة أهلية يعني باتجاه تعزيز العلم والتفوق. ممكن نحكي عن يعني كيف تلقيتوا هاي المبادرة، شو سويتوا لحتى أتممتوا العمل؟ طبعا ضمن خطة وزارة التربية بالتوسع في أعداد المدارس المتفوقين في المحافظة وزيادة أعداد المتفوقين الناجحين في اختبار القبول، جاءت هذه المبادرة الأهلية عبارة عن مجموعة من الأهالي تقدموا بطلب إحداث قاعتين صفيتين للصف السابع الأساسي والأول الثانوي في مدرسة المتفوقين الأولى.
طبعا أخذت مجموعة من الموافقات من الوزارة بتسهيل من السيد وزير التربية. طبعا هذه المبادرة بأقل من شهر كانت كاملة القاعتين الصفيتين. دائرة البحوث المعنية بافتتاح هي القاعتين تم تبليغ كل الطلاب المقبولين وفق تسلسل القبول الوارد من وزارة التربية، 30 طالب للصف السابع وفق تسلسل القبول الناجحين، و30 طالب للصف الأول الثانوي. يعني هم يعني انقبلوا، لكن وين كان الانتظار؟ فإذا بمدارس كل طالب سجل بمدرسة، وطبعا مباشرة تم إبلاغين بعد شهر أو شهر ونص من افتتاح المدرسة، كل طالب أخذ لا مانع من مدرسة المتفوقين ضمن هي القائمة القبول، وأخذ لا مانع وجاب إدبارته من المدرسة اللي هو مسجل فيها حاليا. يعطيكم العافية. فإذا 60 طالب حظوا بفرصة جديدة للانتساب إلى مدارس المتفوقين. رح نشوف المبادرين اللي قاموا بهذا العمل يعني العلمي الجميل الأهلي. يعطيك العافية الأستاذ سعد الله سلامي، ومشكور جدا على هي المبادرة اللي فرحت 60 طالب. شكرا لكم، صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم بطرطوس، طرطوس المحبة للعلم، طرطوس المندفع للعلم، طرطوس اللي سلاحها هو العلم. نحن إيمانا منا أولياء أمور الطلاب بأهمية العلم ودور العلم وإفساح الفرصة أمام طلابنا وأولادنا بأن يتميزوا بمدرسة المتفوقين، وطبعا هني كانوا من الناجحين، والسبب أنه ما نقبلوا نتيجة عدم وجود قاعات صفية. تقدمنا بالمبادرة والحمد لله لقينا أذان صاغية ولقينا كل الدعم سواء من وزارة التربية، من السيد المحافظ، من مديرية الخدمات الفنية، وأخذنا الأمر على عاتقنا الشخصي أنه نحن مبادرين أولياء الأمور بمساعدة بعض الفعاليات الاقتصادية الموجودة بالمحافظة. طبعا بنوجه لهم الشكر، طبعا كلهم من محبين وداعمين للعلم، ونحن كان همنا الوحيد أنه نحصل على أسرع وقت منشان التحاق طلابنا بمواكبة العملية التربوية من البداية، وتحدينا الزمان وقدرنا خلال 33-34 يوم نسلمهم قاعتين مع بهو مع قاعة توجيه جاهز. مساحة قد ايه؟ مساحة 170 متر مربع، مساحة إجمالية. بتكلفة تقدر؟ تكلفة بحدود 124 مليون ليرة سورية. يعني المجتمع الأهلي لما بيريد يعمل شيء بيقدم. فإذا طبعا كلنا قادرين وكلنا بنستطيع، بس تتوفر النوايا الصادقة، بس تتوفر النوايا الصادقة كله جاهز وكله قادر يتفاعل ويعطي ويساعد أكثر وأكثر وأكثر. بالنيابة عن أولياء الأمور حضرتك موجود، نحن بنوجه لهم شكر، بنوجه لحضرتك شكر، نتمنى لكم التوفيق وفعلا مشد على إيدكم، نشكركم على هاي المبادرة الجميلة. شكرا كثير لكم، أنا نيابة عن أولياء الأمور بتشكركم، بتشكر إدارة المدرسة، بتشكر مديرية التربية، وزارة التربية، كل الناس اللي ساعدونا واللي وقفوا لجاننا، وأنا إلي أمل وترجي من أولياء الأمور كاملين أنه يكون في مبادرات قادمة نستكمل هذا الطابق بشكل كامل، تتصير الطاقة الاستيعابية للمدرسة 5 شعب بكل صف كل عام، هيك بنكون فسحنا المجال إسا أكثر وأكثر للطلاب أن يتفوقوا ويمارسوا نشاطين، ونحصل على كوادر علمية مؤهلة إن شاء الله تكون إيد بإيد عشان نبني المستقبل ويكونوا هن الخلف إن شاء الله. شكرا جزيلا. كمان في دائرة التفوق يعطيك العافية الأستاذ هبة حسن رئيس دائرة التفوق، يعني ضفلنا كوكبة جديدة من الطلاب اللي هن رح يكونوا هلأ بمنافسة للتفوق، قديك أنتم مرحبين بهي الخطوة؟ أول شيء صباح الخير، صباح التفوق، صباح الموهبة والإبداع عنا بمدارسنا، بمدرسة المتفوقين الأولى، أهلا وسهلا فيكم. نحن كتير منشجع المبادرات اللي المبادرة اللي صارت عنا، كتير كنا من المشجعين والمحفزين لها. تواصلنا مع الأولياء وكان الكل عنده رغبة بالفعل أنه يقدم ويساهم بهالمبادرة. نتمنى عن جد تزيد هالمبادرات عنا بمحافظة طرطوس، الكل خصوصا المدارس المتفوقين الأعداد فيها ما تكون محدودة، بقى ما يتمنوا الأهالي أنه بالفعل تزيد القدرة الاستيعابية لطلابنا. وبالفعل الحمد لله يعني زيادة 60 طالب كانوا رائعين من الطلاب المتفوقين واللي عندهم بالفعل موهبة وشغلات نحن رح نكتشفها جديدة بإذن الله. إن شاء الله. شكرا الله جزيلا. بتضل الحلقة الأساسية هي إدارة المدرسة اللي وفرت كل ما يمكن توفيره لإتمام هذا العمل. أستاذ عبد الرحمن عدبة يعطيك العافية. يا مرحبا، أهلا بكم في مدرسة المتفوقين الأولى.
مدرسة المتفوقين الأول علامة فارقة على مستوى طرطوس بل على مستوى القطر العربي السوري. بالمناسبة نحن منهنيك بتحصيل 12 علامة تامة بصف التاسع بالدورة الماضية، وهذا كان رقم فارق أيضا. أكيد، وهذه عملية تراكمية، في كل عام يزداد العدد، يعني العام الدورة قبل الماضي كانوا 5 بـ4، 5 تاسع و4 بكالوريا، ودورة العام الماضي 12 تاسع وبكالوريا 1، ولكن العلامة من 240 كانت علامة متميزة جدا جدا. أكيد. هلا صار عندنا كمان 60 فرصة أخرى أضيفت لفرصكم لتحقيق العلامات التامة وأيضا إبهارنا بالتفوق. كيف تلقيتوا فكرة المبادرة من الأهالي لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب؟ كما قلت، المدرسة علامة فارقة وبالتالي أصبحت مركز استقطاب وجذب للمتفوقين، ومن هذا المنطلق الذين لم يتسنى لهم أن يدخلوا مع زملائهم في المرحلة الأولى مع بداية العام الدراسي كانوا تواقين لأن يكونوا مع زملائهم، فكانت مبادرة الأهالي أنهم يريدون أن يقدموا قاعتي صف جديدتين يمكن أن تستوعب 30 طالب بالصف السابع و30 طالب بالصف الأول الثانوي، فبدأت الفكرة وشجعنا الفكرة، وبالتالي بدأت الموافقات والأعمال الورقية ما بين مديرية التربية والمحافظة والخدمات الفنية ووزارة التربية إلى أن تم الحصول على الموافقات المطلوبة وبوشر بالبناء، وها هم طلابنا مع زملائهم الذين دخلوا ببداية العام الدراسي. طبعا احنا بس ما ننوه انه تم البناء على سطح المدرسة. نعم. لم يأخذ اي يعني مساحة من الباحة او البناء قائم بطبقتين منذ عام 2012، ونتيجة الدراسات الفنية والعودة الى الاساسيات تبين ان البناء يمكن ان يستحمل طابقين وثلاث طوابق او اكثر، والدراسة الفنية احدثت فكان بناء القاعتين الصفيتين على سطح المدرسة، وبالتالي لم يأخذ أي حيز من ساحة المدرسة والمتنفس الذي يلعب به الطلاب أو يتحركون به. شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن، يعني نتمنى لكم مزيد من التفوق والازدهار. شكرا جزيلا. خلونا كمان ندخل نشوف طلابنا الأعزاء. صباح الخير أنسة، بعد إذنك ممكن هيك ندردش معكم. نحن هلأ بقناة التربوية للإضاءة على هاي المبادرة، نشوف أحد الطلاب. مرحبا. مرحبا. أدي حلو أنه صارت عندك فرصة جديدة للانتساب لمدرسة المتفوقين. فرصة كبيرة أنه انتسبت لمدرسة المتفوقين الأولى. طيب هلا لما قالوا لك ما فينا ندخلك على الصف السابع لانه ما في صف، بعدين قالوا لك لا صار في صف لانه نحن تبرعنا الاهالي كلنا لحتى عملنا هالصف، شو كان شعورك هيك يعني؟ فرحت كثير انه تم قبولي بالصف واني قدرت فوت على المدرسه. ان شاء الله بالتوفيق. كمان ممكن نشوف معلمه الصف، يعطيك العافيه. دي حلو انه يعني هالاطفال يتشبعوا بفكره المبادره لاعطاء الفرص. طبعا شيء كتير كويس، ونحن كتير مبسوطين بأن نقدروا يجوا على المدرسة. نحن منحب كل طالب متفوق أدبيا وعلميا أنه يفوت على هالمدرسة، لأن يعني تشهد محافظتنا بكسرة عدد المتفوقين فيها، وهذا شيء نحن منرفع رأسنا فيه ومننبسط كتير بوجود طلاب متفوقين بمدرستنا. بالتوفيق إن شاء الله. ممكن نأخذ عدد أكبر من الطلاب كمان. مرحبا. أهلين. حلو انه احنا بعد انه ما كان في فرصه صار في فرصه. طيب هلا انت شو تعلمتي من هذا موضوع المبادره الاجتماعيه لاتاحه فرصه مو بس اليك ولرفقاتك يعني؟ انه الحياه فيها كثير فرص، دائما هاي الفرص لازم تكون فيها شيء حلو فيها شيء بشع، وبس تجينا الفرصه لازم دائما نغتنمها. حلو كثير هاي الفكره. طيب بس تعلمنا شيء انه مثلا نحن لازم نتعاون كلنا لاتاحه هاي الفرصه؟ ايه اكيد. شو تعلمنا؟ تعلمنا ان احنا لازم نكون دائما ايد وحدة ونتعاون سوا وصلنا نتيجة حلوة. أكيد. مثل هاي الوجوه الحلوة اللي شفناها هلا بصف السابع بمدرسة المتفوقين بطرطوس، مدرسة المتفوقين الأولى. نحن بالشعبة الصفية المحدثة جديدا بمبادرة أهلية هي الأولى من نوعها أعتقد في سوريا لإحداث شعبتين صفيتين في مدرسة المتفوقين لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الطلاب للانتساب إلى هذه المدرسة. إليكم زملائنا في استديو دمشق.
شكرا لك زميلة نعمة، كنت معنا من ططوس ورصد للمبادرة المجتمعية المهمة في مدرسة المتفوقين الأولى. وبختام حلقتنا بدي أتشكر كل المراسلين اللي رافقونا بحلقة اليوم: فاروق المضحي من دير الزور، سماهر دانون من ريف السويداء، نعمة علي من طرطوس، وليد سلطان من حماة، غانم وهب من ريف الرقة المحرر، ونور والنوس من حمص. وموعدنا إن شاء الله بيتجدد معكم الاثنين القادم بنفس الموعد. هذه تحية مني ومن فريق العمل، إلى اللقاء.